ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو اليوم هيكون فيه اقوى 10 اسئلة عن عائلة الجمل، وزي ما انتم عارفين هنعلن الفايزين الفيديو الجاي. كملوا الفيديو للنهاية عشان تجاوبوا على كل الاسئلة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك. يلا بينا نبدأ. وزي ما قريته في العنوان، النهارده تحدي رابع يوم لشهر رمضان الكريم واصعب الاسئله عشان نعرف بتحب عيله الجمل ولا لا. وهنبدا باول سؤال معانا، وهو سلمى زوجة الاسطوره محمود الجمل عندها اخوات ولا لا واسمهم ايه؟ تاني سؤال معانا، وهو الحاج صالح الجمل تزوج كام مره؟ ومعانا السؤال الثالث، وهو ولاد خال محمود الجمل اسمهم ايه؟ وده سؤال صعب جدا الا لو كنت بتحب العيله ومتابعها ومن اكبر الفانز ليها، وهتلاقوا الاجابه عندي على القناه في الفيديوهات. انا كده سهلتها جدا. وهنشوف دلوقتي رابع سؤال معانا، وهو اكله مستحيل تاكلها مع اي احلى، ترى ايه هي الاكله دي؟ والسؤال السادس معانا، وهو السندريلا غزل اكتر لعب بتحب تلعب بيها هي ايه؟ سؤال رقم 7، الكرتون المفضل للأميرة فيروز ايه هو؟ وبرضو كل ده هيكون على القناة فانز برنس مصر. والسؤال الثامن معانا، ركزوا كويس وكملوا الفيديو، التحدي هيبقى صعب. والسؤال هو سلمى ليها اسم دلع ايه هو؟ والسؤال التاسع معانا وقبل الاخير، امنية قوة خلفية تليفونها صورة مين؟ والسؤال ده للفانز اللي عندهم قوة ملاحظة لانه ظهر اكتر من مره. والسؤال العاشر معانا والاخير، ندى جلجل اغنيتها كانت ايه في التحديات؟ ودلوقتي هنعرض اسماء الفايزين في تحدي الاسئله الفيديو اللي فات. احنا عرضنا جزء، والجزء الجديد هتشوفوه دلوقتي. شوف اسمك موجود ولا لا. وهنا خلص الفيديو، متنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامه.